كما أشكر محور بيحان الذي شارككم في هذه الانتصارات وأيضا كل أفراد الجيش الوطني والمقاومة والقبائل المساندة. نحن على موعد مع النصر بإذن الله تعالى. العملية عملية حرية اليمن السعيد ستمضي حتى تحرر آخر شبر من اليمن من ميليشيات الكهنوت الحوثي التابعة لإيران. ليطمئن الجميع لأن هذه العملية لن تتوقف بإذن الله تعالى حتى يتم تطهير اليمن من الميليشيات الكهنوت الحوثي أو تدعن إلى سلام. سلام شامل. سلام يضمن لليمنيين الأمن والاستقرار بشكل عام. سلام يجعل كل الميليشيات التي خارج إطار القانون ليس له وجود في اليمن. سنمضي بإذن الله تعالى بفضل الله سبحانه ثم بدعم التحالف دعم الشرعية فلهم منا الشكر والتقدير والسلام.